من أهداف هذه الحملة هو ترسيخ ثقافة التأمين لدى المستفيدين من الوكالة الوطنية للسير القابض المصغر، وهذا من أجل ضمان ديمومة نشاطاتهم وتأمين معداتهم. وراء مثل هذه المبادرات حتى ننشر ثقافة تأمينية لدى المؤمنين، تكون عندهم ثقافة وتكون عندهم مبادرة يروحوا يأمنوا العدد تاعهم، حتى لما يصير الحادث ما تكونش هناك خسارة وين تقضي على المشروع.